مشاهدينا الكرام، ملتقانا الأسبوعي معكم يتجدد مع مجموعة من المحاور والأحداث والأخبار الرياضية المنوعة التي ستأتيكم ضمن فقرة صدى الرياضة لهذا اليوم. ستكون معنا أيضا فقرة أين أنت، وفيها نتذكر نجوم الرياضة من الأمس الجميل، وسنكمل مشوار تغطية صدى الرياضة بين جميع الفعاليات الرياضية وبين الأندية العراقية. وكالمعتاد ستكون عدسة البرنامج متواجدة مع أحداث رياضية وآراء وانطباعات مختلفة لعدد من الرياضيين العراقيين والاتحادات الرياضية. مشاهدينا، بعد الفاصل انطلاقتنا الأولى مع فقرات البرنامج، خليكم ويانا. مشاهدينا الكرام، انطلاقتنا الأولى مع رحيل أسطورة من أساطير الكرة العراقية، إذ توفي قبل أيام نجم الكرة العراقية السابق علي كاظم في العاصمة بغداد بعد رحلة صعبة مع المرض. ويعتبر علي كاظم هو ثالث هداف في تاريخ الكرة العراقية، حيث سجل مع منتخبات العراق الوطنية أكثر من 56 هدفا، وتميز بتسديداته اليسارية القوية وبإتقان التسديدات الرأسية، وله أهداف جميلة حتى بقدمه اليمنى. وحقق علي كاظم مع منتخبات العراق الكثير من الإنجازات، وكذلك على الصعيد المحلي فقد فاز بالعديد من الألقاب وسجل أروع وأجمل الأهداف. وقد عانى علي كاظم في أيامه الأخيرة من المرض، وقد ناشد مرارا وتكرارا بعدم زيارته والاهتمام به من قبل الحكومة أو من قبل المختصين والمعنيين بالشأن الرياضي العراقي والكروي. إلى صباح فقدنا وودعنا رمزا وأسطورة كروية وشخصا عزيزا على القلب ومنارة لرياضتنا العراقية، رجل أخلص بكل ما باستطاعته لإعلاء سمعة وراية العراق في المحافل المحلية والعربية والدولية. أتعبه المرض والإهمال لسنين عديدة ورحل عنا وفي قلبه حزن وغصة في القلب، فقد انتظر التفاتة من الحكومة والمسؤولين المعنيين أو رد جميل من العديد، سواء من أقرب الناس إليه أو البعض ممن عاصروه. نقول رحم الله وغفر للاعبنا القدير علي كاظم أبو هديل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، وانطلاقتنا الأولى مع بطولة خليجي 23 الكويت التي أزدل الستار عنها مؤخرا، وقد أخفق فيها منتخبنا الوطني بكرة القدم مرة أخرى في تحقيق رغبات الشارع الرياضي والمهتمين بخطف لقب بطولة خليجي 23 للمرة الرابعة، بعد خسارته في الدور نصف النهائي أمام نظيره الإماراتي بفارق الركلات الترجيحية. وقدم لاعبون مستويات جيدة نوعا ما في جميع مبارياتهم السابقة، بيد أن خبرة المدرب باسم قاسم لم تسعفه
كثيرا في مناورة الشيخ الإيطالي ألبرتو زاكاروني الذي فرض عليه أسلوبه الدفاعي الصارم، كذلك لم ينجح جيدا قاسم في قراءة الأوراق التكتيكية للأبيض الخليجي الذي وصل بأسلوبه وكما يريد إلى المباراة الختامية. وفي ركلات الترجيح سجل للإمارات علي مبخوت وعمر عبد الرحمن عموري وخميس إسماعيل ومحمد المنهالي، وأحرز للعراق سعد عبد الأمير وأمجد عطوان، وأضاع علاء عبد الزهرة وهما طارق. يتقدم علي مبخوت، يسدد جول ركلة ترجيحية عراقية، خالد ضربة جزاء، ركلة ترجيحية، عمر جول خالد موجود، خالد ضاعت. خميس إسماعيل منتخب الإمارات، خميس إسماعيل يحطها جول جول، هدف إماراتي الثالث، أمجد عطوان وسجل وبالتالي قلص الفارق، يتقدم يسدد جول، خلاص الإمارات إلى المباراة النهائية. مشاهدينا، يعني لا نريد أن نحاسب أحدا ولا نرمي باللوم ولا نعاتب أحدا، هذه هي كرة القدم، تعطي لمن يعطيها، وقد علمتنا الكرة أن الفريق الذي لا يحرز أهدافا يعاقب ويسجل عليه أو يخسر المواجهة في أي طريقة كانت، سواء ضمن الوقت الأصلي أو ركلات الحظ، وأن اللاعبين الذين لا يستغلون الفرص وأنصاف الفرص يعني يكونون في وضع لا يحسدون عليه، وبالتالي فإن الفريق المنافس يستمد عزمه وقدرته من جديد من هذه الفرص الضائعة وعدم إيجاد الحلول من أجل الفوز، طبعا يستمد قوته وبالتالي تكون النتائج للفريق المنافس، وهذا ما فعله المنتخب الإماراتي الذي لعب بواقعية وكان يعني ندا لمنتخبنا، ووصل كما قلنا بأسلوبه الخاص والذي هو يريد أن طبعا يطبقه في هذه المباراة كما يريد، وصل إلى المباراة الختامية، وبالتالي فقدنا هذه الفرصة بالتواصل وبالوصول إلى المباراة النهائية. جمهورنا الرياضي الآن مع تصريحات مدرب المنتخب باسم قاسم بعد خروج سود الرافدين من بطولة كأس الخليج 23 في الكويت، يعني وهنالك أخبار أخرى ضمن أجواء البطولة نتعرف عليها في الوقفة التالية من خلال فقرة دقيقة ونص، خليكم ويانا. أكد مدرب المنتخب الوطني باسم قاسم أن فريقنا قدم أداء جيدا وكان الأفضل والأقرب للفوز طوال اللقاء، وخسر بالحظ في المباراة أمام الإمارات في كأس الخليج والتي انتهت بفوز الأخير بركلات الترجيح. وأضاف قاسم: حرصت قبل المباراة على منح الأولوية لأصحاب الخبرة في تسديد الركلات الترجيحية، لكن خذلوني بعد رفض رقم 1 و2 في التسديد مما أثر على معنويات اللاعبين الآخرين. وبخصوص استمراره في قيادة المنتخب العراقي، قال قاسم: سبق وأعلنت ذلك عقب مباراتنا أمام البحرين، الأمر متروك للاتحاد، خاصة أنني وضعت رؤية للمنتخب استعدادا لكأس آسيا. وعن استبدالي للاعب المتميز علي حصني في الشوط الثاني، أوضح قاسم أن اللاعب لم يستطع استكمال المباراة إلى نهايتها لضعف قوته البدنية، وعندما انخفض مجهوده الدفاعي والهجومي اضطررت لاستبداله. ولاعبو نادي الميناء بكرة القدم يحتفلون بعلي حصني هداف بطولة خليج 23، وخط الفريق اسمه على طبق من الحلوى تعبيرا عن فرحتهم به. وتوج حصني هدافا للبطولة رغم التسجيل لهدفين فقط، لكنه اختير لكونه أقل لاعب شارك من ناحية الدقائق بالنسبة للاعبين الآخرين الذين يتساوون معه بنفس رصيد الأهداف.
كما أعلنت الجهة المسؤولة في الكويت فتح تحقيق في حادث سقوط حاجز زجاجي في استاد جابر الدولي عقب نهاية المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج لكرة القدم، وذكرت أن الأسباب الأولية لسقوط الحاجز الزجاجي تعود إلى تدافع الجمهور العماني مع لاعبي منتخبهم المتوجين بلقب البطولة. وفي اللقاء النهائي أحرز منتخب سلطنة عمان لقب بطولة كأس الخليج 23 بكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه بفوزه في النهائي على الإمارات 5-4 بركلات الترجيح بعد تعادل المنتخبين سلبا في الوقتين الأصلي والإضافي. وكان نجم المباراة الحارس العماني فايز الرشيدي الذي أنقذ منتخب بلاده في الدقيقة 89 بتصديه لركلة جزاء نفذها الإماراتي عموري، وقام بالأمر نفسه في ركلات الترجيح بتصديه للركلة الخامسة التي نفذها أيضا عموري قبل أن يسجل العماني محسن جوهر الركلة الأخيرة لمنتخب عمان. اللقب راح يكون عماني، ضربة ترجيحية تاريخية لعمان والتنفيذ، فازت عمان، فازت عمان. وتعتبر هذه المرة هي الثانية التي يحرز فيها المنتخب العماني اللقب بعد نسخة عام 2009 التي استضافها على أرضه، بينما فشل المنتخب الإماراتي في إحراز اللقب الخليجي للمرة الثالثة في تاريخه. وتمكن مدرب منتخب عمان الهولندي فيربيك الذي أكمل عامه الأول مع منتخب السلطنة من تكوين فريق متجانس يغلب عليه العنصر الشاب ويقوده المخضرم أحمد مبارك الملقب بكانو الذي يخوض البطولة للمرة الثامنة، وقد اختير أفضل لاعب في المباراة مرتين في هذه النسخة. القائد يسدد أحمد ويسجل أحمد كانو. أنا ما استبعد بصراحة أن أحمد كانو يحصل على لقب أفضل لاعب في خليج 23. مشاهدينا الكرام، دعونا الآن نتابع أهدافا مختلفة من بطولة كأس الخليج بنسختها 23. خلي نتابع. فرصة انطلاقة لبس للأمام، البحرين كرة، الله هل تستغل الكرة، ترسل للأمام عالية، الله بجمال دجلة والفرات وبعراقة بابل ومعلقاتها لا تخسر أنت يا عراق. حبة كريز المنتخب العراقي، تصويبة تاني، لا 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 لا، الله عليك يا ولد، الله عليك يا ولد، فرحت كل البلد. علي فايز في اللقطة الأخيرة هو الفايز بتصويبة من 38 يارده، حطها برجليه وكأنه حطتها بإيديه. مرة أخرى منتخب قطر يبدأ المحاولة الأولى، جول من وهل، العنابي من وهل من بدري، الكرة من بدري مطوعة خلف المدافعين، لمسة أولى، الكرة من المرمى، الله لبريك البركة، لبريك يدخل بالبركة وسجل هدف تقليص الفارق ليعلن عن عودة الكويت. تكون ما بين حميد القلاف وكانو، كانو عمان تتقدم. حاولة ما زالت مستمرة بتعود في الجهة اليمين، فرصة قائمة عرضية والكرة تبعد للعراق، الله اعزاز وشوقهم للشواطئ. جمهورنا الرياضي، نبقى نؤكد حول طرح قضية أزمة حراسة المرمى في العراق وما يعاني هذا المركز من تراجع واضح، لا سيما في السنوات الأخيرة التي لم تفصح عن نهايات سعيدة، كان آخرها في الكويت التي شهدت تألق العماني الرشيدي والإماراتي خالد عيسى. وقد شخصنا الحالة من فترة ماضية وطرحنا
مسبقا استفسارات عديدة، منها هل الأسباب في ضعف الخامات والمواهب أم ضعف في المناهج التدريبية ومستوى الإعداد ما أثر على رفضي وإبرازي طاقات واعدة. هذه الأزمة حول تراجع مستوى الحراس توسعت وصولا إلى المنتخبات، فعدنا إلى الاستفسارات، هل هناك أسباب خفية أم أسباب فنية؟ هل عدم الاستقرار يساهم في غياب الكفاءات لهذا المركز المهم؟ كل هذه الاستفسارات ومواضيع أخرى طرحناها أمام نجوم الأمس من المختصين والمعنيين بهذا المركز الفعال، فكانت يعني وجهات النظر والإجابات متباينة من مدرب لآخر، لكنها بالتأكيد في غاية الأهمية. الآن نتابع هذه الانطباعات. تردد كلمة أو مقولة لا يوجد حراس مرمى ولا توجد خامات، فهذه يعني بحد ذاتها هي مشكلة كبيرة تسبب حرجا كبيرا وإحباطا نفسيا لكثير من الحراس. أنا كمدرب حراس مرمى يعني أنا ضد هذا الرأي. السبب يعني إحنا كمدربين إحنا نعرف واختصاص نعرف هذا الشيء، كيف يعني يستقر حارس المرمى وتريد حارس المرمى أن يؤدي، وفي كل دعوة هنالك تغيير أكثر من 3 إلى 4 حراس في المنتخبات الوطنية وفي جميع المنتخبات. مشكلتنا إحنا يعني مشكلتنا إحنا بالعراقية عدم الاستقرار على الحارس. يعني إذا نشوف إحنا هسه في كل حراس المرمى في العالم وفي كل المنتخبات نشاهد يعني هنالك استقرار في هذا المركز، هنالك حارس واحد يلعب في المنتخب الوطني. بالتأكيد أكو فروقات بالمستويات. دوري السابق هل في قوة الدوري الحالي؟ خلينا انت شلون تريد لاعب جيد وتريد حارس جيد غير اكو دوري مثلا قوي؟ احنا دورينا ليس بالمستوى المطلوب، دورينا يعني غير منتظم. نلتقي بالحراس المرمى يجب ان هنالك مثلا بالدرجة الاساسية يجب ان يكون هنالك اكثر من منتخب، منتخب اول منتخب رديف، وكل منتخب فيه 3 حراس نشارك ببطولات تعطى فرص كثيرة، نحتك مع فرق اخرين، فرق كثيرة لجب احنا ما يعني دورينا يعني ما يرتقي بالحارس مثل ما تريد مثل ما مطلوب انت. يعني المشاركات الخارجية مطلوبة، الاحتكاك مطلوب، تزداد خبرة اللاعب، راح يلعب في اجواء البطولات. انت مو يعني هسه احنا حاليا المنتخب الوطني قاعد لفت فترة طويلة وراها اجى مدرب غير راضي، جاب باسم، لعب محمد حميد، رجع جلال حسن، رجعوا على محمد قاصد، رجعوا على جلال. وين الاستقرار؟ هذا يعني كارثة الكوارث هذه. السبب الأول والرئيسي هي في عدم استقرار الكوادر التدريبية وحتى المناهج التدريبية في بعض المدربين. من وجهة نظري يجب أن تكون في مستوى أرقى من المتواجد حاليا. دورينا يجب أن يرتقي أكثر، يجب أن يتقلص فرق الدوري، تتقلص فرق الدوري في سبيل تلعب مباريات قوية. هاي أكاديميات اللي متواجدة حاليا يعني إحنا مدن نشتغلها بالشغل الصحيح. أكاديمية يعني تعني الشيء الكثير، يعني دراسة، يعني علم، يعني لعب كرة قدم، يعني تطوير، يعني تبات هناك، يعني تبقى سنة بعيد عن كذا. إحنا ماخذيها مجال التجارة، ما فاهميها الكسب المادي، الكسب المادي لا أكثر ولا أقل. يعني ما لبت الغاية الرئيسية من هذه الأكاديمية. هناك قصر نظر أني أشوف في فكر المدربين. هناك الكل تريد نتائج، الكل تعتمد على ما حد يشتغل. إحنا هنا بالعراق ما حد يعمل لمدى سنة كاملة، ما نقول 4 و5 سنين و6 سنين و10 سنين و25 سنة مثل اليابان. الكل جابت نفس المجموعة يغلب كأنما يعني يريد يحسب بس الإنجاز إلى لا أكثر لا أقل. ما يهم التطوير، ما يهم شلون نطور الكرة العراقية، ما يهم شلون نرتقي بالرياضة العراقية. يتحمل الاتحاد، يتحمل الوزير. أنا من وجهة نظري عندنا خامات في كل الأندية، أكو حراس مرمى، لكن هم بحاجة إلى تدريب صحيح، تدريب منتظم، وبحاجة إلى الاهتمام، وبحاجة إلى فرصة للاحتكاك. يعني الكل يعلم أنه حراسة المرمى العراقية تضم الكثير من الأسماء الكبيرة في هذا التاريخ، لكن بالفترة الأخيرة حصل الكثير من التجاذبات حول هذا المركز لقلة المشاركات أولاً ولفقدان روح المنافسة بين الحراس. يعني هذا الموسم سوينا خطة مغايرة للمواسم السابقة،
لأن نريد نظهر وجوه شابة جديدة لساحة كرة القدم. فالحمد لله والشكر يعني من كثر يعني مراقبتنا للدوري عدنا هناك حراس مرمى نشوفهم بالوقت الحاضر. بالنسبة للموضوع يعني مسألة موضوع حراس المرمى الساحة بالوقت الحاضر غير موجود كحارس شاب تعدل المستقبل. الأسباب كثيرة يعني قلت لك يعني اللي أعمار الموجودة اللي حاليا بالساحة يعني إحنا دائما المنتخبات الوطنية من قلت لك يعني المدربين مثل باسم ولا الكابتن راضي جابوا شباب. إحنا بالوقت الأخير السنوات الأخيرة استقرينا على نور على محمد قاصد نور محمد قاصد ظهر محمد حميد ظهر محمد حميد لكن ما أعرف الظروف اللي تصير بمحمد حميد بداخل نادية أنه زين يوم يبطل يوم يلعب يوم هاي أثرت عليه بنفس الوقت محمد حميد فما دا يظهر لنا صراحة بالساحة أن تشوف أنه حارس مرمى يظهر لك بالوقت الحاضر كشاب هاي باستثناء يعني نتوسم به خير يمكن أحمد باسل تشوف أنا شفته من موسم الماضي حارس شاب نقدر نقول عليه لأن هو مقتبل العمر مثلا 20 سنة أو 21 سنة هو اللي دا يشوفه بالساحة كحارس أساسي دا يلعب بنادي أساسي بنادي الشرطة مثل نادي الشرطة تقدر هذا الحارس يعني أو منتخب الشباب ومنتخب تقدر تعدل المنتخب الوطني مستقبلا إن شاء الله. ولازم هي هالمسؤولية أيضا تقع على مدربي حراس المرمى مو بس يعني على نقول هذا لا تقع على مسؤولية على مدربين حراس المرمى اللي بالأندية يجب الاعتماد على الوجوه الشابة حتى تظهر وجوه شابة تفيد المنتخب الوطني مستقبلا. في ضوء منافسات بطولة الدوري المحلية تم اختيار 6 حراس كحالة أولى من هؤلاء الحراس تم اختيار أيضا 3 أيضا حاليا معنا 3 حراس في ضوء المستويات اللي قدموها خلال بطولة الدوري في فرقهم وبالتالي يعني نالوا يعني استحسان ومتابعة كل المختصين بكرة القدم بالعراق وبالتالي كان يعني لزاما علينا دعوتهم للمنتخب الأولمبي. أعمارهم مناسبة لاعبين شباب مندفعين إمكانياتهم الفنية عالية وأنا أعتقد يستحقون التواجد في المنتخب الأولمبي. لا بالعكس أنا أختلف مع الكثير أنه هناك مواهب كثيرة من لاعبنا العراقي دائما ولودة بالطاقات الشابة متى ما توفرت لها الفرص المناسبة والسبل الصحيحة للتطور أنا أعتقد هذا راح يلقي بظلال على مستوى أدائهم المستقبلي. لدينا حراس مميزين في منتخب الشباب ومنتخب الناشئين ومنتخب الأشبال أضافة للمنتخب الأولمبي. حاليا لدينا مجموعة من الحراس متميزين نتوسم بهم أنه يكونون دعائم أساسية للمنتخب الوطني في قادم الأيام لما يمتلكون من مقاومات فنية وشخصية متميزة. أنا أعتقد الأولمبي راح يكون رافد كبير للمنتخب الوطني في قادم الأيام خلال الفترة القادمة. هناك يعني كثير متشائمين يقولك لا توجد مواهب يعني أنا أختلف مع الكل بسبب قربي من هذا المفصل المهم في الرياضة العراقية وفي كرة قدم بالذات. حراسة المرمى دائما بخير بالعراق وأنا أعتقد أنه تفوق حتى على المستوى العربي والآسيوي. بالتأكيد يعني نتمنى أن نرى حراسا جدد يمثلون طبعا هذا المركز المهم خير تمثيل وأيضا يكونون طبعا مكملين لمسيرة يعني حافلة للكرة العراقية شهدت هذه المسيرة أسماء إبراز أسماء كثيرة وعديدة لربما لا تسعفني الذاكرة لكن رعد حمودي فتاح نصيف كاظم شبيب أحمد جاسم عماد هاشم يعني ومعذرة من الأسماء الأخرى نكون لهم جميعا كل الاحترام والتقدير لكن هذه الأسماء يعني عندما كنا نتابع يعني موقعها ومكانتها مع المنتخب فعلا تثبت المقولة بأن الحارس هو نصف الفريق وأحيانا الفريق بأكمله. معذرة أرى بأن هذا المركز يعاني بالآونة الأخيرة كثيرا وطرحنا كما شاهدنا قبل قليل هذه الاستفسارات وكانت هذه الإجابات من المختصين. نتمنى نرى جيلا واعدا في هذه الفترة والفترة المقبلة. دعونا ننتقل إلى منتخبنا الأولمبي فهذا الخبر مهم
حيث أجرى منتخبنا الأولمبي لكرة القدم خلال هذه الأيام وحداته التدريبية في مدينة تشانغ دونغ المدينة الصينية، حيث مقر منافسات المجموعة الثالثة، وذلك تحضيرا لمنافسات نهائيات آسيا تحت 23 عاما والتي تجري ما بين 9 و27 من هذا الشهر، وتضم إلى جانب منتخبنا منتخبات السعودية والأردن وماليزيا. وشهدت الوحدات التدريبية مشاركة جميع اللاعبين بقيادة الجهاز الفني المؤلف من المدرب عبد الغني شهد ومساعديه حيدر نجم وعباس عبيد ومدرب حراس المرمى عبد الكريم ناعم ومدرب اللياقة البدنية الإسباني غونزالو. ويسعى الجهاز الفني للمنتخب على أن تكون التدريبات الأخيرة التي تسبق المباراة الأولى في النهائيات أمام ماليزيا يوم 10 من هذا الشهر، يسعى الجهاز الفني على أن تكون كافية لإيصال الجميع إلى درجة الجاهزية وأن تكون نقطة انطلاق حقيقية للمضي في تحقيق نتيجة جيدة. يذكر أن المنتخب الأولمبي العراقي سبق وأن توج في نهائيات آسيا تحت 23 عاما بلقب النسخة الأولى عام 2013 في سلطنة عمان مع المدرب حكيم شاكر، وحل ثالثا في النسخة الثانية في قطر عام 2016 مع المدرب الحالي للمنتخب عبد الغني شهد، وقد ضمن من خلالها التأهل إلى أولمبياد ريو دي جانيرو مع اليابان البطلة وكوريا الجنوبية الوصيفة. متواصلين معكم مشاهدينا الكرام، بالتأكيد طبعا كل الأمنيات كل الدعوات لمنتخبنا الأولمبي بالموفقية وتحقيق يعني نتيجة طيبة في هذه المشاركة. دعونا الآن يعني نتوقف قليلا مع فاصل قصير، نواصل بعده ما تبقى لنا من فقرات صدى الرياضة لهذا اليوم، خليكم ويانا. كيو لا بلال بده ما أعرف كيو 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 تابع المنتخب الأولمبي مع برنامج صدى الرياضة اللاعب علاء رعد. تابعوا أخبار منتخب الأولمبي مع برنامج صدى الرياضية اللاعب حسين علي. كيو الأول لأن الوقت ربما الهدف الثالث، نعم والهدف الثالث بطريقة رائعة، أيمن حسين يسجل، أيمن حسين يسجل بطريقة رائعة. هنا المحاولة لاعب من نفط الوسط، هنا المحاولة لصالح المنتخب العراقي والهدف السادس، هدف ممتاز، نعم هنا ختم اللاعب علاء مهاوي هذا. مشاهدينا الكرام الآن مع أخبار لاعبي منتخبنا، إذ وضع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وضع لاعب المنتخب الأولمبي حسين علي ضمن أبرز 5 لاعبين يستحقون المتابعة في نهائيات آسيا تحت 23 عاما والتي تحتضنها الصين للفترة من 9 ولغاية 29 من كانون الثاني الحالي. وكتب الاتحاد الآسيوي عن اللاعب حسين علي في تقريره أن هذا اللاعب يتوقع أن يكون واحدا من أبرز لاعبي بطولة آسيا تحت 23 عاما، خصوصا بعد أدائه الملفت للنظر مع المنتخب العراقي الأول خلال منافسات بطولة كأس الخليج 23 والتي أقيمت مؤخرا في الكويت، حيث كان اللاعب الأبرز مع المنتخب العراقي في 3 مباريات التي خاضها أسود الرافدين في دور المجموعات. أيضا مشاهدين الكرام معنا خبر عن اللاعب علاء عبد الزهرة، حيث نفى الأخبار التي تحدثت حول اعتزاله اللاعب دوليا مبينا أنه سيقود المنتخب الوطني في كأس آسيا لعام 2019 المقبل. وقال علاء
إنه لم يعتزل اللعب بعد الخسارة أمام الإمارات بركلات الجزاء، مؤكدا أنه سيقود المنتخب الوطني في كأس آسيا ويتمنى تقديم أداء مميزا مع الفريق. وأضاف: ما زلت أستطيع تقديم ما ينفع المنتخب الوطني في الاستحقاقات المقبلة. متواصلين أيضا مشاهدينا الكرام مع لاعبي منتخبنا، وهذه المرة مع همام طارق، حيث من المؤمل أن يرحل إلى تركيا للانضمام لفريق جديد. وقال مصدر مقرب من اللاعب إن طارق سيذهب صوب تركيا من أجل الانخراط بميران الأزغ سبور، أحد أندية الدرجة الثانية في الدوري التركي، بعد أن وقع على كشوفات النادي. من جانبها فإن الإدارة الخاصة بنادي القوى الجوية رفضت تفريغ اللاعب وإعطائه كتاب الاستغناء، ومن المقرر أن يحسم موضوع منح الاستغناء الرسمي من عدمه خلال هذه الأيام. إذن الآن مشاهدينا الكرام نذكر بأن الصفحة الرسمية للبرنامج هي على الفيسبوك بمسمى صدى الرياضة، للتواصل معكم ولاستقبال انطباعاتكم ومداخلاتكم وكل ما ترغبون أن تطرحوه. فقط تكتبون بالعربي صدى الرياضة، ستظهر الصفحة بعنوان صدى الرياضة مع بلال بداع. مشاهدينا، ومن خلال التواصل مع الأصدقاء على هذه الصفحة وصلتنا بعض الطلبات بعرض الجزء الثاني من حصاد فقرة أين أنت المختصرة والمخصصة لعدد من أبطالنا الرياضيين من ضيوف صدى الرياضة، وتحديدا فقرة أين أنت. خلينا نتابع. الكرة العراقية يعني من خلال بطولة كأس العالم التي أقيمت في المكسيك 1986، وكذلك نعتبر إنجاز 2007 اللي هو فوز العراق ببطولة أمم آسيا، لحد الآن لم نرى أي إنجاز أو لم نسمع بأي يعني نتيجة، سواء خلال دورات الخليج، سواء بطولات آسيا، سواء تصفيات كأس العالم، حتى يعني المردود للمنتخب أو مستوى المنتخبات يعني لم يكن بالمستوى المطلوب بصراحة. حتى يعني احنا يعني أنا أتكلم عن منتخب وطني، ما أتكلم حتى منتخب الأولمبي، يمكن ما ننسى إنجازه في ريو دي جانيرو الصيف الماضي. على هذا الأساس يعني بصراحة يعني احنا يعني مطالبين بأن الكرة العراقية تعود إلى سابق مجدها، تعود إلى الثمانينات إلى السبعينات. يعني الكرة العراقية هناك أسباب كثيرة لتدني المستوى، أنا يعني أعزي هو إلى أن الدوري العراقي لم يكن بالمستوى المطلوب من حيث التنظيم، من حيث الملاعب، من حيث حتى النقل التلفزيوني، من حيث اللاعبين المحترفين. اللاعبين المحترفين الآن يعني يشكلون حسب رأيي الشخصي عائق للاعبين العراقيين. لم نشاهد أي لاعب محترف يعني طور فريق أو لعب يعني بمستوى متميز بين الأندية. على هذا الأساس يجب أن يكون يعني عادة النظر بكل هذا. شاكر محمود، شاكر قوية من شاكر، وقول قول قول قول. على مستوى الدوري العراقي أنا أعتبر مباراة كأس المثابرة بين القوة الجوية والطلبة هي مباراة كانت بالنسبة لي مباراة قمة، وكذلك على مستوى الخارجي قدت مباريات منتخب أوزبكستان وكازاخستان التصفيات الأولمبية في أتلانتا، فكانت هاي على المستوى الخارجي اللي أخذت تقييم جيد جدا من المحاضر الآسيوي وخبير التحكيم فاروق بوضة. ولكن دائما الحكم يمر في أوقات غير مناسبة وغير يعني ممكن في مو يومه، فأنا أعتبر مباراة الزوراء طلبة أنه أرجو أن أنساها يعني على مدى النسيان.
علمونا شخصية الحكم في الملعب يعني وسرعة بديهية إعطاء القرار وفهم القانون وشجاعته، فأعتقد يعني ما كنا ندير مباراة في الزمن الماضي يكون أحسن، لأن هناك كانت أكو سلطة أكو محاسبة، ولكن في الوقت الحاضر الله يعين الحكام يعني اللي الآن الدوري صعب، نوبات هناك ملاعب يعني غير آمنة من ناحية السياج أو الجمهور اللي يحضر هالمباريات، يعني كنا نتمنى دائما عندما تطلع مباراة من الذاكرة نشوف الجمهور اللي يحضر الملعب من أناقة باللبس وتشجيع الجميل، فنتحسف على الأيام السابقة حقيقة. رغم ابتعادي عن لجنة الحكام ولكن أنا قريب من كل الأخوة العاملين في اللجنة وبالأخص الحاج طارق أحمد والأخوة أعضاء اللجان، بصفتي كمحاضر آسيوي في بلدي نعمل دورات تحكيمية للحكام المستجدين وكذلك إلقاء المحاضرات على الأندية الدوري الممتاز، وكل نادي يرغب في شرح مواد قانون اللعبة احنا يعني لجنة الحكام تنسبني كمحاضر على هذه الدورات. حقيقة هي نحن مرينا بفترات أصاب درب بكرة اليد العراقية، احنا يعتبروها يعني نهاية السبعينات والثمانينات لحد أول التسعينات، وهذا يعتبر مثلا الجيل الذهبي. بعد فترة الحصار بالتسعينات نتيجة هجرة اللاعبين، هجرة المدربين، ضيق الموارد المالية الحقيقة وعدم المشاركات الخارجية باعتبار علينا حصار كان، فأدى هبوط بكرة اليد بكل مفاصلها الحقيقة، صابها الوهن إلى حد ما بعد 2003 بدأت هزات كثيرة بالوسط الرياضي حال الألعاب الأخرى، وفي نوع شوية من الاستقرار صار بالفترة الآخر الثلاث سنوات أو السنتين الماضية، نوعا ما بدأت شوية بوادر تشير إلى نحن في نقلات إلى الأمام لكرة اليد، بس لا مو مستوى الطموح اللي احنا نفكر به، وهذا انعكس أيضا على نتائجنا في تصفيات كأس العالم ببطولة الشباب خامس آسيا، بعد ما كنا نتبوى بالفترة الخمس سنوات ستة نتبوى المراكز 9 و10 و11، الآن يعني قربنا خطوات بيننا وبين المربع الأول أو المربع الذهبي، بالناشئين أيضا إحنا سادس وبالمتقدمين أيضا سابع على آسيا، بعد أنه كانت مراكزنا متأخرة، وهذا دليل على أنه في نوع في نقلة لا بأس فيها، بس طبعا ما هذا مو مستوى الطموح الحقيقة. إحنا إذا أردنا نفكر بكرة يد متطورة بهذه الطريقة الآن اللي كيف تدار رياضة العراق، الحقيقة في أزمة الآن في إدارة العراق الرياضية، احنا يحتاج لنا إدارة وتنظيم بهذا الوسط، ولذلك جهودنا الإدارية والمالية والفنية كلها رايحة هباء نتيجة عدم وجود التخطيط والعشوائية بهاي الفترة، والحقيقة احنا كرة يد نعاني من هذا الموضوع. أنا الآن بعيد عن الرياضة بس متابع، إن آخر مرحلة هي بالتدريب كانت بالإمارات والإمارات نادي العروبة اللي قدم لنا كل الأمور وتسهيل الأمور للمدرب اللي يعمل عندهم في سبيل تحقيق النتائج وأيضا تربية اللاعبين وتوصيلهم للمكان المناسب. خلال عملي بالإمارات صعدت 24 لاعب للفريق الأول وخمس لاعبين من ضمنهم إلى فريق الشارجة ولا فريق الشباب ولا فريق الوصل وإلى فريق الفجيرة، هم من أفضل اللاعبين. أيضا هناك قدمنا فشي يعني اعتزوا بينا من خلال عملنا الطيب كعراقيين، وعند اعتذاري يعني واللقاء بهم قالوا كابتن أنت مدرب كفو وأب ومربي وجددنا لك، لكن كان عندي ظرف بنتي مريضة واعتذرت من عندهم ورجعت، ولحد الآن هم على اتصال بي وتقدير أكثر مما إحنا بلدنا وبيتنا هناك قدرونا أكثر وعرفوا قيمتنا أكثر
وقدمونا اكثر. اتمنى واضيف فوق ما قدمناه بالامارات وبالانديه العراقيه وباليمن وبالاردن، نشوف كل الترحيب والاهتمام بينا، لانني اعتبر من المدربين التربويين ايضا. اندار ما عندي بحياتي صاحب اول هدف عالمي للعراق على الاتحاد السوفيتي على داسايف بطوله كاس العالم، فهذا تشفع للمدرب. لكن ببلدنا مع الاسف احنا قاعدين بالبيت ننتظر ان يجينا رزق او يجينا تدريب حتى نقدر نقدم ما عندنا. حتى رب العالمين يسعى للإنسان إذا كان عنده معرفة وعنده خزين لازم يقدمه للناس. فأعتقد أن هنا من الصعوبة، لأن ما نقدر نمشي على مشية الناس المسؤولين. مع اعتزازي واحترامي العالم تيد غير طريق، تيد واحد يأخذ ويطي وشغلات تعبانة. أعتذر عن كل كلام إذا كان يجرح ناس، لكن هاي حقيقة. إذا حسين الأيبي هذه الأمور كلها وأنا ابن اللعبة والكل تشهد وأنا قاعد بالبيت، فهذا هاي صعوبة صعوبة. وبالنسبة للشهايد عندي على شهادة الأي، وجينا ناخذ البروفيشنال توصل إلى 8000 دولار أو أكثر، وإحنا قاعدين فصعبوا علينا. وهذا عندي على حالة التدريب. التقييم بالنسبة لواقع كرة السلة يعني حاليا بعتقد انه على مستوى الدوري الامور ماشي، بس على مستوى كتخطيط لمنتخب عراق والرجوع الى تحقيق النتائج مثل ما كان يعني يفعلها الفريق العراقي خلينا نقول بالسنوات السابقة، اعتقد يعني سلتنا في تراجع. يعني على مستوى نتائجنا على مستوى المنتخبات الوطنيه بشكل عام، الفئات العمريه، الشباب، الناشئين، السيدات، بعتقد تراجعنا على مستوى النتائج، وكذلك تراجعنا على مستوى القاعده. يعني احنا ما نملك قواعد لفئه الشباب، فئه الناشئين، الميني باسكيت، السيدات، وبعتقد هذا راح يشكل صعوبه بالمستقبل القريب. ويجب ان يعني الكل تتضافر جهود، سواء عندي اتحاد خبراء اللعبه، من اجل وضع استراتيجيه للنهوض بهذا الموضوع والنهوض بواقع كره السله، والتفكير يعني جديا بتاسيس فريق ظل الفريق العراقي قادر على تحقيق النتائج المنافسه. واعتقد حاليا الاتحاد بهالفتره يعني غير قادر أن يجد يضع رجله على أول الطريق الصحيح. نعود بجلب الفكر. ما اتحاد سلة، وأنا حكيت بأكثر مناسبة، اتحاد سلة يعمل يشتغل يجتهد، ما عنده استراتيجية عمل، ما عنده استراتيجية عمل، شغله مجرد أنا الطبخ اليوم أطبخها وأرد أكلها بكرة، بهذا المنطق يعملون. لا يوجد فكر، لا يوجد فكر لدى الاتحاد. الاتحاد أبعد كل الناس الخبراء واللي ممكن يقدمون خدمات جديدة عن اتحاد سلة. والله السلة هي سلة العراق، وهي لها المحبة الكبيرة، يجب أن نرعاها، يجب أن نضع أيدينا كلنا كاتحاد، كناس فنيين، كمدربين، نضع أيدينا بيد بعض من أجل لملمة جراح ومداواة جراح رياضتنا بشكل عام ورياضة السلة اللي هي بالنسبة لنا هي يعني رياضتنا المحببة. والله هي كثيرة يعني ترى بحكم عمرنا الرياضة الطويل، بس تبقى الأهم بحياتنا وأكيد تمثيل للعراق في كأس العالم. يعني الهدف ضد الإمارات من العلامات المضيئة بحياتي. هدف سينتبه في الوقت القادم، في الوقت القادم سجل هدف في أمام المدافعين الإماراتيين. هدف عراقي أول سجله كريم صبام، سفين في تواكل وحطها كريم صبام حطها في المرمى. هدف عراقي ثمين جاء في الوقت القادم. والله كثيرة يعني أكثر من مباراة ضمن المنتخب الوطني، ضمن النادي، لربما مباراة الزوراء أمام القوة الجوية اللي فقدنا بها الدوري عندما فاز القوة الجوية 1-0. يعني المباراة تعتبرها من المؤلمة بحياة الرياضية. دقيقة 10 وتنقطع، وهدف التعادل، لكن صفر الحكم، ضربة حرة ضد فريق نادي الزوراء.
دفع كريم صدام كان، وصفر الحكم ضربة حرة. كريم صدام إلى أحمد راضي، خطرة وهدف التعادل، هدف التعادل لفريق نادي الزوراء. لكن مراقب الخط مأشر صبحي رحيم على أنه تسلل، ونشاهد مرة أخرى الكرة اللعبت ودخلت، ومراقب الخط يقول تسلل. صبحي رحيم واعتراف من لاعبي نادي الزوراء. إذا نشاهدها مرة أخرى، والله اولا شكرا لمجيئكم وعناء الطريق والتقيتوا بينا، وانا اشكركم جدا حقيقه. يدخل، يقدر يسدد، يناول الان الى ليث يحول، واحمد داز كريم صدام اللي اختفى ظهر بهدف جميل، في فترة الثمانينات كانت نشاطات جدا ممتازة، كانت الفرق العالمية تأتي إلى العراق وتلعب في بطولات عالية المستوى حقيقة. يعني كان أكو فرق تيجي من اليابان ومن روسيا ومن الصين ومن مصر وتونس وإلى آخره، من البلدان هذه التي هي لعبة قطارة لديها كبير يعني المستوى. وكان المنتخب العراقي كان ينافس بقوة، وأحيانا كثيرة كانت هذه بطولات يحرزها المنتخب الوطني العراقي، ولذلك كانت هناك مباريات كلش كثيرة. يعني أتذكر قبل هذه في السبعينات كانت مباريات مهمة، كانت لسيسكا السوفيتي، كان نادي سيسكا كان يأتي إلى العراق بين فترة وفترة، وكانت تقام مباريات على أعلى مستوى، ولذلك كانت اللعبة ما دام هناك مشاركات ما دام هناك بطولات فاللعبة هي بخير دائما تكون. فإحنا نشكركم وندعوكم إلى التواصل معنا والتواصل مع جهودنا وشغلنا وعملنا ولاعبينا في تسليط الضوء عليهم خدمة لكرة الطائرة إن شاء الله. مشاهدينا، دعونا نستغل ما تبقى لنا من وقت مسموح لنتابع بعض الأخبار العالمية، حيث أكد البرازيلي مارسيلو الظهير الأيسر لريال مدريد أن جميع لاعبي الفريق الملكي يشعرون بالحزن بعد التعادل بهدفين لكلا الفريقين أمام سيلتا فيغو في الليغا الإسباني، وذلك ضمن منافسات الجولة 18 من بطولة الدوري الإسباني. وقال مارسيلو: جميعنا نشعر بالحزن ونحاول الحصول على شيء جيد، لكن علينا أن نعمل لنخرج من هذا الموقف الذي لا نرغب به على الإطلاق. وأضاف: هذا أمر صعب لأن المباريات متتالية وهنالك الكثير من الضغط بسبب تقارب المباريات. مشاهدينا متواصلين، وعند الغريم التقليدي فريق برشلونة يواصل هذا الفريق نجاحاته المستمرة، وبذلك طبعا الابتعاد بصدارة الليغا بعدما تغلب على نظيره نادي ليفانتي بثلاثة أهداف نظيفة، وبذلك ارتفع رصيد الفريق الكتالوني إلى النقطة 48 ليحتل المركز الأول. والمهاجم المشاكس دييغو كوستا العائد حديثا إلى نادي العاصمة الإسبانية يضمن الفوز لفريقه أتلتيكو مدريد على ضيفه ختافي بنتيجة هدفين دون رد، قبل أن ينال بطاقة صفراء ثانية لاحتفاله مع المشجعين ويطرد خارج الملعب. مشاهدينا، يحتل فريق أتلتيكو ثاني ترتيب الدوري خلف برشلونة. إذن مشاهدينا الكرام، هذا كل ما لدينا لهذا اليوم. بالتأكيد لا أنسى أن أنقل لكم تحيات أسرة صدى الرياضة. أنا دائما وأبدا أتمنى لكم التألق، النجاح، الإبداع. هذه تحياتي بلال بداع، مع السلامة.